جميل جدا جدا، وطبعا دوت بيساعد في انخفاض الوزن. ده اللي احنا استخدمناها في وصفاتنا، وهسيبها لكم برضو الوصفات اللي استخدمناها فيها وفي وصفات جاية ان شاء الله عن قريب. تعالوا بقى نيجي في الحاجة اللي احنا بنحبها جدا ولازم نستفيد بيها، فبذور الشيا بتدخل كمان في تقليل مستوى الكوليسترول بالدم. استنوا رايحين فين؟ نسيت اقول لكم اللي بتقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. طبعا ال LDL بتقلل مستواه في الجسم، وكمان بترفع مستوى الكوليسترول النافع ال HDL. مفيش احسن من كده، وزي ما قلت لكم استخدمناها في وصفات كتيره جدا، ولسه في وصفات جديده باذن الله. تعالوا نشوف في ايه.